طيب حضرتك، طيب ايام بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ عادي يعني، بصلي الفجر وبقرا القران شويه وبنام، بسهر بعد كده بنام، بصحى على الفطار، بفطر كده يعني. بقى مساعده ماما ولا اي حاجه بقى يعني كده على اللي تخرجي بقى بالليل بعد على طول يعني. طب ايه بقى اللي نفسك تشوفيه في رمضان الجاي بقى فينا؟ يعني رمضان يرجع زي زمان، يعلقوا زينه، يهتموا كده، المسحرات يرجع كده، مش بقى ما حدش بيعلق زينه، ما بقاش رمضان اصلا يعني. طب عايزه بقى مثلا خيمه رمضانيه تتعمل مثلا في حته معينه، يبقى زي تجمع بنات. تجمع ده ايه يعني؟ يعني انت مثلا نفسك مثلا في خيمه رمضانيه مثلا زي القاهره واسكندريه، تبقى مثلا تعمل في حته معينه يعني؟ قصدك زي مدرسه الرحمن وكده؟ عايزه بقى تبقى فين؟ في اي حته يعني. لا فيش كده واحد. ايش مشكورك خالص، نتعرف بيك. انفال محمد. ايه انفال، بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ يعني هو عموما بعد الفجر، يعني طبيعي بعد الفجر بصلي وبقرا قران شويه، بعدين بقعد على الكمبيوتر وما بقومش من عليه لغايه الفطار. ايه ده، مش بتنامي يعني ولا ايه؟ لا، بعد الفطار. بالظبط. طب ايه بقى اللي نفسك تشوفيه في رمضان الجاي؟ اللي اشوفه في رمضان الجاي يعني، انا اللي حاسه دلوقتي ان رمضان بيبقى ممل على غير العاده، يعني يحسنوا من الوضع اللي احنا فيه. انت حاسه ليه ان رمضان ممل؟ علشان شايفه ان كل حاجه بتتكرر، مفيش حاجه جديده بقى. ايه اللي عايزاه جديد يتعمل في رمضان الجاي بقى عشان تحسي؟ يعني زي ما انت قلتي قبل كده، لو كان هيبقى في فكره الخيمه الرمضانيه دي هتبقى احلى. شكرا خالص. أروى سمير. ايه كل سنة طيبة. انت حضرتك طيبة. ايه أروى، بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ يعني بتسحر وبسهر شوية مع اصحابي على الواتس وكده، بعد كده بنام على الساعة 7-8 وبصحى قبل الفطار بساعتين، افطر، ولو كنت اخرج. تساعديش بقى ماما ولا اي حاجه في المهم؟ طبعا. طب ايه بقى اللي نفسك تشوفيه في رمضان الجاي؟ نفسي كل حاجه ترجع زي زمان، حتى الناس ترجع زي زمان، مش رمضان بس يعني. دلوقتي ما تحسيش بطعم رمضان. ازاي بقى يعني الناس ترجع؟ ايه اللي ممكن نعمله يعني؟ يعني تعملوا اعمال خيريه كتير، نحس ان في فرحه في الشارع، يعني يلف المسحرات تاني كده، وينزل والمدفع يضرب من جديد. دلوقتي المدفع ما بيضربش. في حاجه مميزه بالنسبه مثلا ليكي او للعيله بتميز شهر رمضان؟ يعني انت مثلا كلنا بنستنى شهر رمضان من السنه للسنه، وهو شهر العباده وشهر الطاعه. ايه بقى اللي بيميز رمضان عندك عن باقي في طول السنه؟ يعني بتكون دايما اللمه على طول، يعني عامه بقيه السنه ما بنتلمش كتير، دلوقتي على طول بنتلم، يعني بنبقى ليها طعم كده وبنحس بالصيام مع بعض، بيبقى حاجه حلوه. طيب تعرف بيكي؟ افنان. افنان، بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ بيبقى طبعا سهر معاهم على الواتساب وكده، فبنبقى قاعدين لغايه الصبح، ممكن ننام، نصحى قبل الفطار مش بكتير قوي يعني، ان كان يعني نقعد نعمل حاجه في البيت ده لو فيه يعني بس، وبعد كده بنفطر وبنلبس ننزل نتجمع كلنا. طب ايه بقى اللي نفسك تشوفيه في رمضان الجاي؟ نفس رمضان يرجع زي الاول طبعا، نبقى مهتمين كلنا برمضان، في زينه، في سحرات يعدي، الفوانيس كده، بنبقى قاعدين كلنا مع بعض، لكن دلوقتي ما فيش اي اهتمامات خالص. طب ايه بقى اللي بيميز شهر رمضان عندك عن باقي شهور السنه؟ ايه اللي بيميز شهر رمضان عندك عن باقي شهور السنه؟ غير بقى ان هو شهر الطاعه وشهر العباده، في حاجه مميزه مثلا بتميزك؟ لمه العيله. هو كان الاول لمة العيلة، دلوقتي ما بحدش بقى بيهتم قوي يعني بلمة العيلة وكده، ما بقاش فيه لمات اصلا. اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد. فرحة. كل سنة طيبة يا فرحة. طيبة. فرحة، بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ عادي يعني، بنصحى الساعة 6، بنام الساعة 6 الصبح، نصحى مع العصر الساعة 3، نصلي بقى ونقرا قرآن، وبعدين نحضر الفطار، وبعدين بنصلي التراويح، بعدين بنقعد يعني قدام التلفزيون برضو. فرحة، انت حاسة ايه اللي نفسك تشوفيه في رمضان الجاي؟ تمام؟ في هنا يعني. ايه نفسك تشوفيه يرجع في رمضان الجاي؟ يعني يبقى زي ما هو، يبقى حلو، يبقى حلو، يبقى أهل كويسين.
اهو جه يا ولاد، عيطوا يا ولاد، اهو جه يا ولاد، صعدتوا يا ولاد. مدام صفاء محمد علي. السلام حضرتك طيبه يا مدام. حضرتك بالصحه والسلام. صفاء، بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ يعني بنصحى الصبح ومعتاد، يعني واحد بيصلي وكده، وبعد كده ندخل المطبخ ولا نصغر المطبخ. هيبقى منه على الاذان. ايوه ان شاء الله على المغرب. طب ايه نفسك تشوفيه في رمضان الجاي؟ ان شاء الله تبقى الناس احسن، مهتمه بالدين بتاعنا احسن، والناس تدخل الجامع احسن من كده، وان شاء الله يبقى البلد احسن واحسن. يعني حضرتك من هنا؟ لا احنا من سفاجة البحر الاحمر، جايين هنا عشان جوزي جاي مراقبه ثانويه عامه، واحنا جايين نقعد معاه. يعني اهلا وسهلا بحضرتك يا صفاء، نورتي هنا. طب مدام صفاء، حضرتك شايفه ان رمضان في البحر الاحمر احلى ولا فينا؟ لا انا احسن. في مثلا حاجه في البحر الاحمر بتميز رمضان؟ لمه العيله. مفتقده دي اللي حضرتك مفتقداها في رمضان؟ ايوه. كل سنه وحضرتك. وحضرتك بالصحه. نتعرف فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي حسين، مدرس ثانوي وجاي مراقبه هنا في جنة. سلام حضرتك. وانت طيبه ست، والمسلمين كلهم بخير ان شاء الله. استاذ حسين، ممكن حضرتك تقول لنا بتقضي رمضان ازاي؟ هو يعني في الغالب بنقضيه ثانويه عامه زي ما انت شايفه كده في المراقبه وكده، لكن لما بكون في البيت طبعا بيبقى فيها يعني صلاه التراويح طبعا بعد المغرب وكده، وبعد كده بالليل بقى اذكار وكده لغايه الفجر، بقى سهره مع وبعد تسحر وكده، ويبقى النهار طبعا برضو قراءه قران وكده. يعني طب نفسك تشوف ايه في رمضان الجاي بقى، سواء هنا او في البحر الاحمر؟ والله انا نفسي يعني تبقى الناس يعني مجتمعه زي زمان، ويبقى اللمه موجوده وما تتفرقش الناس عن بعضها ان شاء الله. في حاجه معينه نفسي حضرتك تشوفها في البحر الاحمر، مثلا تجمع يلم الناس كلها مثلا في وقت واحد، او هنا حد؟ لا هو التجمعات موجوده حاليا يعني في العائلات وكده، وان شاء الله بس احنا عايزين يعني تبقى الناس احسن من كده مع بعض، يعني تعامل الناس مع بعض يبقى كويس. يعني سلام حضرتك. طيب يا ستي. كل عام وايام معاك، وعمره ما بيخلفش معاك، بكل عام وايام معاك، وعمره ما بيخلفش معاك. فاطمه كل سنه طيبه. انت طيبه. فاطمه بتقضي يومك ازاي في رمضان بقى؟ عادي يعني بصحى وبقعد على التلفزيون لغايه المغرب. رمضان بقى شهر الصوم وشهر الطاعه والعباده، بتقضيه ازاي؟ بتقسم يومك ازاي في رمضان عشان تستغل الشهر ده؟ عادي يعني بصحى من النوم، بصلي، بقعد شويه كده، يعني مش مع المطبخ. طب ايه بقى اللي نفسك تشوفيه في رمضان الجاي؟ نفسك تشوفي حاجه معينه؟ المسحرات يرجع زي زمان؟ نفسي طبعا لما ترجع زي الاول والزينه، والواحد يحس برمضان. شكرا خالص يا فاطمة. تعرف بيك؟ احمد حمدي حسين. سلام طيب يا احمد، مناسبة سارة. طيب. احمد بتقضي يومك ازاي في رمضان بقى؟ بتفضل نايم ولا بتصحى؟ يعني في بعض نوم، وبعض قدام تلفزيون، وقراءة قرآن كده. قراءة قرآن بقى، يعني ازاي بتستغل الشهر ده بقى؟ شهر الصوم، شهر رمضان، شهر الصوم وشهر الطاعة والعبادة، ازاي بقى بتستغل الشهر ده عشان ما يفوتش؟ يعني طب في حاجة مثلا معينة عايزة تشوفها في رمضان الجاي مثلا؟ ان شاء الله عايزة اشوف الناس كلها متلمة زي مع بعضيها زي زمان. فاروق بتقضي يومك ازاي في رمضان؟ عادي يعني بروح اصلي الفجر، بعدين باجي من الفجر، بعد ما باجي يعني انام، بعدين بصحى مع العصر، اقعد شوية، وبعدين بستنى لغاية المغرب ما يأذن. طب ايه بقى نفسك في حاجة معينة تشوفها في رمضان الجاي؟ مسحرات يرجع، نفسك في ايه يعني؟ نفس المسحرات يرجع، وياجي يعدي في الشارع كده ونمشي معاه وكده. حاجة تانية نفسك فيها؟ لا. كل عام وايام معاك، وعمره ما بيخلفش معاك، بكل عام وايام معاك، وعمره ما بيخلفش معاك. مساء الخير طيب يا حسين، بمناسبة شهر رمضان. طيب. حسين بتقضي يومك ازاي بقى في رمضان؟ يعني بصحى اقوم من نومي، مثلا اشوف في البيت عاوزين حاجه كده اروح اجيبها لهم. تساعدهم يعني في البيت؟ تساعدهم في البيت، اروح اقعد شويه في الدكانه بتاعي، في الدكانه تساعد بابا كمان.
وبعد كده اروح اطلع فوق اقعد شويه كده احضر الفطار، يأذن المغرب ونفطر عادي، ورمضان كريم ان شاء الله. يعني الله اكرم يا حسين. حسين، اللي نفسك تشوفه في رمضان الجاي؟ يعني يكون حاجه معينه مثلا تشوفها عشان تسلي بيها وقتك في رمضان. مثلا زي نلعب كوره مثلا في الاستاد. عايز الاستاد. ايه عايز الاستاد يبقى فيه كوره في رمضان. تمام، وايه تاني مثلا؟ يفتحوا ملاعب هنا في يعني في زي كده يعني، ورمضان كريم. ضل بتقضي يومك في رمضان ازاي؟ بصراحة يعني طول اليوم نايم، بس من بعد المغرب بنبدأ نتلم أنا وأصحابي والشباب ونصر في أي كافيه والكلام ده. حضرتك اللي نفسك تشوفه في رمضان الجاي فين؟ أنا اللي مش شايفه رمضان، يعني اللي مش شايفه في رمضان ده الأيام دي، إن مفيش مسحراتي يعني. فين عامة مفيش نظام زي الخيمة اللي يبقى فيها نظام حفلات تنورة وملاهي شبابية والكلام ده. حضرتك اللي نفسك في رمضان الجاي إن إحنا نعمل خيمة رمضانية؟ يا ريت. مسحراتي يرجع. عايز حاجة دايما؟ ولمة العيلة. لمة العيلة ان شاء الله. من الصبح نقوم ونحضر له. استاذ احمد، كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة شهر رمضان. وانتم طيبين وقناة الجامعة بخير. استاذ احمد، تقدر حضرتك تقول لنا بتقضي يومك في رمضان ازاي؟ هو طبعا خلينا نتفق ان رمضان مش شهر عبادة وبس، شهر عمل. يمكن اغلب الناس عندنا فيها عادة ان رمضان بقى لازم يبقى اجازات كلها والناس ما تروحش الشغل، لكن احنا يومنا طبيعي جدا، بنروح الشغل الساعه 9 الصبح، بنخلص الساعه 3 4 طبعا. لكن الاجواء الرمضانيه هي اللي تفرق، يعني احنا في رمضان بنحس في اجواء كويسه جدا بالمظاهر نفسها، طعم الناس، شكل الناس. طبعا بالليل بقى بين الصلاه، صلاه التراويح، وبين زياره الاهل والاقارب مهمه جدا. يمكن رمضان بيدينا فتره سماح ان احنا نزور الناس مش بنزورهم، بنقعد معاهم. حضرتك بتقسم يومك ازاي بما ان حضرتك بتشتغل وشهر رمضان شهر الطاعه وشهر العباده، بتقسم حضرتك يومك؟ طبعا هو العبادات مش بتاثر على الشغل، يعني خلينا نتفق ان العبادات دي حاجه مفروغ منها، وقت الصلاه وقت الصلاه، وقت الشغل وقت الشغل، احنا عادي الشغل بيستمر اليوم كله، ولكن طبعا بنحاول بقدر الامكان نختصر وقت الشغل نظرا للناس تعبانه. ما فيش طبعا شفت ليلي عندنا، بيبقى احنا عندنا نظام شغلنا بيبقى فيه شفت ليلي، لا احنا بنقص ده وبنسمح للناس كلها بالليل بقى انها تقضي مشاورها، اللي عايز يشتري حاجه، اللي عايز يقعد مع قرايبه، اللي عايز يروح مشوار معين، ده بيبقى سيستم رمضان عندنا يعني. طب حضرتك ايه اللي نفسك تشوفه في رمضان الجاي اللي مش شايفينه في رمضان ده؟ طبعا احنا اهم امنيه بالنسبه لنا احنا رمضان الجاي ما نسمحش اي مشاكل في البلد، يبقى الاوضاع متحسنه احسن من كده. بقى ترجع مظاهر حلوه تانية، يعني احنا مش عايزين زي ما قلت لك، عايزين نشوف مصر بقى، مصر بتاعت رمضان، مصر الخير، مصر اللي ما فيهاش اي مشاكل. عايزين نفتح الصحف ما نلاقيش اي بقى اخبار سيئه، ده اللي احنا عايزينه رمضان الجاي ان شاء الله. شكرا خالص. تحت امرك. بالصبح نقوم ونحضر، بالقمر تنور بلح على فين، بالقمر تنور بلح على فين، والمغرب للمدفع.